السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واحد من اهم الناس اللي بتتكلم في موضوع التحفيز الشخصي ورائد اعمال ومستثمر كبير ويعتبر من انجح الشخصيات على مستوى العالم في المجال بتاعه اسمه جاري في. طبعا في ناس كتير ممكن تكون عارفاه وفي ناس ما تعرفوش. لو ما تعرفوش انصحك ان انت تحاول تشوفه وتشوف له شويه حاجات. الراجل كان طالع بيعمل فيديو بيتكلم فيه على ان انت ليه ما بتصنعش محتوى، امتى هتصنع محتوى. المحتوى دوت اما مقروء او مسموع او مرئي، المهم يكون محتوى بيقدم شيء. طبعا هو الراجل بيذكر ان احنا دلوقتي في عصر العصر الذهبي للانترنت، واللي هو اللي انت مش هتقدمه دلوقتي هتيجي كمان شويه عايز تقدمه مش هتلاقي له مكان، لان الدنيا بتتغير، واللي من 10 سنين اختفى واللي كمان 5 سنين الله اعلم بيه شكله ايه. فانت لازم تبتدي تقدم الحاجه الخاصه بيك بتاعتك، ولازم تقدم نفسك للناس، ولازم تقدم نفسك لكل اللي حواليك من خلال الانترنت، لان هو الانترنت بقى هو الحياه دلوقتي، بقى هو الواقع. وبيتكلم على ان انت الانترنت دلوقتي بيقدر يغير قرارات حكومه وغير قرارات دول وقرارات شركات. فانت عايز تفهمني انت لو عندك شويه تيشيرتات مش هتعرف تبيعهم على الانترنت؟ الانترنت دلوقتي بقى هو الواقع بتاعنا وبقينا كلنا موجودين عليه، فلازم يكون لك وضع عليه. من عندي انا مشكله كبيره جدا بنشتكي منها، وهي المحتوى السيء، المحتوى الضعيف، المحتوى التافه اللي منتشر وبينتشر وبيتسمع. اي كوبايه عندنا لو ما ملناهاش حاجه الهواء هيملاها، فكل ما تحط في الكوبايه اشياء قيمه مش هيبقى فيه مكان للهواء. فانت النهارده لو انت شايف ان عندك حاجه عندك قيمه قدمها للناس، لو عندك حاجة تقولها قدمها للناس، ما تسكتش، ما تقعدش تتفرج على التافه وتنتقد وتقول يا ده تافه قوي، ده منتشر، ده طالع، ده هو الناس ما بتحبش غير كده. بالعكس، ما هو انت اذا كان عندك انت قيمة وانتقدت ده وغيرك انتقد وغيرك انتقد وغيرك انتقد، اذا الناس رافضة ده، الناس اللي انت تعرفها، الناس اللي شكلك. طب ما تقدم المحتوى الكويس وقدم القيمة الجيدة وقدم الحاجة الهادفة اللي هي لما تكتر وتبقى كتير ويبقى هو ده السائد، الحاجة التانية دي خلاص مش هيبقى لها زبون، وحتى لو ليها زبون هيبقى زبونها قليل. ليه؟ لان بقى في حاجه قيمه بتتقدم. فالنهارده انت كل واحد في مجال عمله عنده قيمه، اللي شغال محاسب، اللي شغال مهندس، اللي شغال صنايعي، في ناس مشهوره جدا في مهنها، في راجل مهندس ميكانيكي بيعمل قناه على اليوتيوب بيقدم فيها محتوى عن ميكانيكا السيارات وناس كتير منتفعه بيه، والراجل مشهور وهقول اسمه عصام غنايم، الراجل مشهور ومعروف والناس بتستشيره وبتاخد برايه. طب ما هو كل واحد فينا عنده قيمه في مجاله يحاول يقدمها. انا راجل النهارده جرافيك ديزاينر بحاول اقدم، عملت قناه بحاول اقدم فيها محتوى عن الجرافيك وعن علم الديزاين. انت كمان لو انت راجل محاسب قدم، لو انت راجل دكتور قدم، والحمد لله احنا عندنا في العالم العربي دلوقتي بقى في ناس بتقدم المحتوى ده. ممكن تكون مش منتشره بالشكل الكافي وممكن تكون مش مسموعه بالقدر الكافي، بس لان هم مش كتير. فانت كشخص عندك قيمة معينة في شغلك وفي مجالك ايا كانت، ابدأ قدم محتوى. المحتوى دوت ابدأ اعمل له بوستات كل يوم، نزل حاجة عن شغلك، ابدأ اعمل له فيديوهات كل يوم، اتكلم عن حاجة في شغلك، اتكلم عن حاجة، عن درس جديد اتعلمته في الحياة. خد بايد واحد تاني انت عارف ان عنده محتوى جيد بس ما بيعرفش ازاي يقدمه، وخليه يقدم نفسه للناس. يا جماعة، العصر اللي احنا فيه ده زي ما جاري بيقول العصر الذهبي للانترنت. فعلا لو انت ما حطتش لنفسك دلوقتي مكان على الانترنت ووجدت لنفسك مكان مش هتعرف بعدين. السلام عليكم.